خلف قرار تحويل تلاميذ قرية الرحامنية ببلدية عين الترك بولاية البويرة إلى المؤسسة التربوية الكائنة بمقر البلدية مركز صدمة قوية لدى الأولياء، خاصة وأن المرفق التربوي الجديد يبعد عن قريتهم بحوالي 5 كيلومتر والنقل المدرسي غير متوفر. أهل طار تلميذ في السنة الرابعة يمشي 5 كيلو وحامل 20 كيلو على ظهره وطونسبور ما كاش، هاي جاي الشتاء 8 تاع الصباح ظلمة، الكلاب ضارة، أفت السرقة تاع الأطفال، وزيد يتحول من مستوى من مؤسسة إلى مؤسسة ما يلقاش روحه أصلا. غادي نعيط الحاجة كان وزيرة التربية مدير التربية أكاثن باش هذيك السنة الأمية نكون رانا ناخذ الأمية براونا. التلاميذ كانوا يزاولون دراستهم بمدرسة القرية ليتفاجأوا خلال الموسم الدراسي الحالي بتحويلهم دون سابق إنذار إلى مدرسة الشهيد حجار بالقاسم بالبلدية مركز بحجة عدم توفر المؤطرين. احنا يحولون الذراري ملي كل تاعنا احنا نرفض هذا التحويل، يا اللي كون قعدوا عام عامين هنايا اللي كل ما يتسكرش ما يتقلقش. وئام وبشرى من بين التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على قطع مسافة فوق 10 كيلومتر ذهابا وإيابا مشيا على الأقدام متحملين مختلف الظروف المناخية والأخطار الأخرى. بنتي منا صباح نروح على 6 نمشي 5 كيلومتر ونزيد نقلبها على العشية، ودروك أنا نحب الدراري اللي كل يولي لهنا لعنترك، اللي كل قدام داري ما نروحش أنا لعنترك نقرا ثما قدام. طفل مولا 6 سنين 7 سنين حتى 11 سنة يجي من جيت من يجي في وسط الشعاب هنايا. وفي ظل غياب تام للسلطات المعنية يبقى تلاميذ قرية الرحامنية يعيشون معاناة حقيقية إلى أجل غير مسمى.